فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول عندي أخ بالغ عاقل، لكنه يقوم بسب الله جل جلاله، يقول هل يخرج من الملة وماذا أصنع معه؟ إذا لم يخرج هذا من الملة فمن الذي يبقى؟ اللي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام هذا يكفر بذلك والعياذ بالله، أخوك وغيره. نعم.